ولا مرة قلت شو عم بعمل بهالمهنة؟ 80% من العالم ما عم يعملوا الشيء اللي بحبوه. الذنب الكبير يلي بيعيشوه كتار منا بهالحياة. هون بلش الانتقام. انت رجال ما بتبكي. مرات على غلطة عملناها بلش مد ايدي على اهلي. 8 مرات فت على الحبس. في سبب علمي لما تحط اجرك بوش حدا. ومرات على ولا غلطة كنت انطر شخص بس يعبطني ويقول لي كلمة بحبك. هل الذنب بيخلصنا من مشاكلنا؟ صار وقتها 2:30 المساء على الجديد